سو واش الاخوان، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم في موضوع جديد. الموضوع ديال اليوم هو كالتالي. الموضوع ديال اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على 1000 ابوني، 1000 مشترك. كيفاش غادي نوصلوا ل 1000 مشترك ولا 1000 ابوني؟ الناس يضربوا على تما راه بزاف صعيب باش توصلها. الصراحه الناس كاين اللي تبادلوا، كيبقاو يكتبوا في الكومنتيرات تبادل معايا تبادل معاك ولا داك الشيء بحال هكاك، ولكن يعني ماشي كلشي بحال اللي كانت نتاني ديك صافي كتبادل مع واحد اخر ما يتبادلش معاك، تيديرها ليك وتعاود يحيد هذاك الشيء. علاش الناس يديروا هكا؟ الله اعلم. داكشي باش اليوم جبت لكم واحد ابليكاسيون اللي واعره بزاف، تحيد لكم هذا البلان وغتجيب لكم 1000 مشترك في نهار واحد. اي يا سيدي، هي لا 1000 مشترك في نهار واحد. شنو خاصك دير باش تجيب 1000 مشترك في نهار واحد؟ كطلب منك واحد شويه الخدمه وكتعطيك 1000 مشترك في نهار واحد على حسب الخدمه اللي درتي لهم انت، كيعطيوك حتى هما مثلا بحال بالمقابل. والناس اللي عندها الفلوس بتخلص باش تشد 1000 مشترك وكثر من 1000 مشترك، ممكن لك تخلص فلوس وتشد 1000 مشترك ولا اكثر من 1000 مشترك. سواء الفيديو دايرينو على الناس اللي ما عندهاش، الناس اللي ما باغاش تخلص، الناس اللي ماشي ما باغاش ما عندهاش باش تخلص يعني بعد 1000 مشترك بواحد الطريقه بسيطه. داكشي باش جبت لكم اليوم هاد الابليكاسيون اللي غادي تنفعكم بزاف بزاف بزاف، غادي تشكروني عليها. وما تنساوش انت اول مره كتشوف الفيديو عطينا لايك وابوني، قولنا في التعليق اش من مواضيع نهضر فيهم نهضر لكم عليهم ان شاء الله. سواء الابليكاسيون هادي كيف ما شرحت لكم هي وسيط ما بينك انت وما بين واحد اخر، مثلا انا وانت اللي كتفرج ولا انت. اشنو كدير هاد الابليكاسيون؟ كتقول لك مثلا غتفرج واحد شحال من ثانيه في هذا الفيديو هذا، وغادي نعطيك واحد النقاط. هذوك النقاط هما يمكن لك تجمعهم بزاف وغادي تشري بهم ابونيات ولا فيو ولا لايكات ولا التعليقات. المهم هاد الابليكاسيون غادي تنفعكم بزاف بزاف بزاف. استاو نبداو في الشرح ديالها باش ما نطولش عليكم. انا غادي نكحز لهنايا وغادي ندير لكم السكرين ديال التليفون هنايا بحال هكا، غادي تشوفوه باش نبداو نهضر معكم بحال هكا وتشوفوا في نفس الوقت السكرين باش تفهموا مزيان البلان. اوكي يلا على بركه الله نبدا. سو الاخوان الابليكاسيون هي هذه اللي كتشوفوها هنايا، هي هذه اللي كاينه في التليفون دابا في السكرين ديال التليفون اللي هنايا. انا خليتها لكم بواحد الوسط باش تعرفوها مزيان وتفهموها. ابليكاسيون سميتها اي شانيل اللي هي كتبادل الابونيات والمشاهدات. حندخلوا لها دابا باش نفهمكم اكثر وتفهموا مزيان البلان، ما تضيعوا حتى شي شويه من الفيديو، حيت الا قدرتوا دوزتوا ولا شي حاجه راه غادي يوقع بلان، يقدر تدوز شي هضره ما غاديش تسمعوها. اوكي نبداو. بعد ما كندخلوا الابليكاسيون راه كتقول لك تسجل بجيميل، انا تسجلت بجيميل ديالي. جمعت جربتها قبل ما ندير لكم هذا الفيديو، جربتها جمعت 1119 نقطة، هي اللي كتشوفوها هي كاينة الفوق هنايا كاع الفوق ديال التليفون. سو نوريكم كيفاش تخدم الابليكاسيون، سهلة ما فيهاش شي حاجة ديال تمارة ولا شي حاجة. المهم كاين هاد الفيو هنايا عندي كتجيبو بها المشاهدات، مثلا واش بغيتي المشاهدات ولا ابونيات، اشنو بغيتي تخدم انت باش تشد هذوك النقاط. حنا دابا نهضروا على النقاط، حنا نديروا لهم سبسكرايب. سبسكرايب غادي تدخل مثلا هنا ديال سبسكرايب، غادي تطلعوا لك هذا، غادي تكليكي على هذا سبسكرايب بحال هكا، غادي يدوك اليوتيوب كيف ما شفتوا، غادي يعطوك 210 نقاط. غادي شحال 210 نقاط اللي غادي يعطوك، يعني خاصك تفرج الفيديو لمده 54 56 وقيله ثانيه ولا ما شفتش اللي هو شحال كانت. المهم راه يبان لكم هنا لتحت في التليفون، وكيما شفتوا حتى الناس اللي بيزيدوا الارباح ها هما كتلوا اعلانات في يوتيوب. لا بغيتي تزيد ارباح، لا بغيتي تزيد ابونيات، لا بغيتي تزيد لايكات، يعني كلشي تيتزاد بهاد لابليكاسيون واعره الصراحه ومضمونه 100%. سو دابا ما يمكن لي ندير حتى شي حاجه حتى تفوت هاد الثواني اللي عاطيني دقيقه وقيله اللي كانوا عاطيني، فاش تفوت لي يمكن لي ندوز الاعلان ولا ندوز الفيديو. حنا شفنا الفيديو ديال واحد السيد طلع فيه اعلان، اوكي باش دابا طلعوا فيه جوج اعلانات، طلع فيه الاعلان الاول دابا بغيت يطلع فيه الاعلان الثاني. مثلا الا بغيتي تزيد الارباح ديالك بغيتي تزيد الاعلان نادي دابا كما شفتي 6 ثواني 5 4 ثواني 3 2 1. دابا يمكن ليا ندوز بحال هكا ولا تدوز الاعلان. دابا هاد السيد هذا توا مخالط معاهم، واصل 1000 ابوني 1500 ابونا وباقي مخالط معاهم.
واحد البلان ما ننصحكمش، ما ننصحكمش الا تقبلات القناه ديالكم، الا تفعلات ما ننصحكمش بهذا لابليكاسيون ولا بزاف ديال لابليكاسيون الاخرين. ماشي كاع ما ننصحكمش بها كاع، يعني تقدر تخدموا بها ولكن هي واحد شويه. الناس اللي مازال ما تقبلوش من قنواتهم، مازال ما وصلوش 1000 مشترك، هما اللي يمكن لهم يخدموا بها بجد، يعني يوصلوا بها 1000 مشترك واكثر. اما الناس اللي تقبلات من القناه ديالهم كنصحكم بلا ما تخدموا بها، حيتاش يقدروا يحبسوا لك اعلانات، يقدروا يحبسوا لك الادس ديالك، يعني ما باقاش تصورش حاجه من القناه، تعاود من جديد. المهم انا قلت لكم صافي، كيما شفتوا تنتبعوا اعلانات هنايا، الاعلانات هادو تنفعوكم باش تزيدوكم في النقاط. شتي شحال كان عندي؟ شتي دابا شحال ولا عندي؟ كان عندي 1100 وشحال، دابا ولات 1300 وشي حاجه. دابا نوريكم مثلا، انتم خدمتوا بحال هكا، دابا انتم جبتوا هاد 1339 نقطه، اشنو خاصكم ديروا باش تشريو ابونيات ولا لايك ولا في؟ انا ندخلوا دابا لهنايا، كتجيو تكليكي على هاد اللعيبه اللي هنايا، كتكليكي عاوتاني على زائد. هاد زائد تيقولك شنو بغيتي، كيما طالع عليكم هنايا في الشاشه، واش بغيتي سبسكرايب ولا بغيتي في ولا بغيتي لايك، اشنو بغيتي؟ واش بغيتي دقائق ولا بغيتي مشاهدات ولا بغيتي ابونيات؟ انا نقول لي مثلا انا بغيت ابونيات، تنكليكي على سبسكرايب. هنا تيقولوا لي عطينا الفيديو اللين ديال الفيديو ديالك، الرابط ديال الفيديو ديالك، تيقول لك حطوا لنا هنايا. انا ديجا حطيت لهم الرابط ديال الفيديو ديالي. مثلا كدير هاد اد فهمتي، ديجا حطيت لهم واحد صافي، يعني مايمكنش نحط الرابط حيت ديجا عندهم الفيديو ديالي، مخدمين بهذاك اللي عندي. يعني درت لهم انا سبسكرايب ابونيات، يعني تيقول لي هنايا بيتي 10 ابونيات خاصك 2600 نقطة، يعني 2600 نقطة سهلة تجيبها. شنو هي 10 تجيب 10 ابونيات؟ ما كانت حتى نص ساعة تجيبها. شحال ديال النقاط انا عندي؟ عندي اليوم انايا يعني ابونيات كاينة 10، كاينة حتى 1000 ابوني، يعني يمكن لك تصور 1000 في نهار واحد على حسب الخدمة ديالك انت. المهم انا بغيت ندير غير 10 مثلا، 10 غادي تطيحوا عليا ب، غادي تطيحوا عليا ب 2600 نقطة من عندو للفوق. وكاين عاوتاني 45 50، وعاوتاني اللي بغيتي تزيد اللايك، كاين مثلا لايك 10 لايكات و 10 فيوز ديال لي في اللي بغيتي دير، تما كلهم بيتحسبوا عليك، هادو كلهم تبقى وحدة مع سبسكرايب، كلهم ب 2400 نقطة. لا لا على مسكين، ساهلة بزاف بزاف، غير اللي ما بغاش يخدم وصافي. هاد لابليكاسيون فيها بزاف مازال ما يدار، فيها بزاف مازال ان شاء الله ما نشرحو فيها ونهضرو فيها ان شاء الله. دابا هضرت لكم على ابونيات بوحدو، مع اشتراكات ان شاء الله الفيديو الجاي غادي نهضر لكم على 4000 ساعه، كيفاش تجيبوها مثلا في اسبوع ولا في شهر ولا 3 شهور ولا 4 شهور، على حسب الخدمه ديالك وعلى حسب الامكانيات ديالك. داكشي باش قولوا لي في التعليقات وديروا لايكات باش نعرفكم مازال بغيتوا التوتوريال في هذا الشيء. هذا ندير لكم فيديوهات كثار ان شاء الله بالتدريج على هادشي ديال اليوتيوب ان شاء الله، ونتمنى لكم خير، وبغيتكم كلكم ان شاء الله تفعلوا لكم القنوات ديالكم وتخدموا علاش لا، وتوصلوا ان شاء الله اكثر من داكشي اللي باغيين نتوما ان شاء الله في حياتكم. علاش لا، ماشي بحال شي ناس، يعني كاين اللي يفيدو ويساعدك ويعاونك، تقدر من ما بين الليل والضحاك كما تيقولوا تولي عندك 100000 ابوني ولا 40000 ولا 50000، تنقز هذه المرحله هذه اللي صعيبه بزاف بزاف، ولكن للاسف ما كاينش اللي يعاونك، ما كاينش اللي يعقل عليك. هذا هو المغرب عندنا، يعني داكشي باش قليل اللي تيتعاونوا، الناس قلال، وكاين واحد الناس يتعاونوا معايا، بدا تنشكرهم من هذا الفيديو، بدا تنقول لكم شكرا، نقول لهم شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وشكرا بزاف لكم انتم يا، وشكرا بزاف الناس اللي داروا لايك وداروا تعليق وشاركوني في الاراء ديالهم في التعليقات ان شاء الله، باش ندير لكم فيديوهات على واحدين اخرين. سو الاخوان هذه الابليكاسيون اللي قلت لكم ان شاء الله تستافدوا منها، توصلوا هذاك الشيء اللي بغيتوا، هذا الشيء اللي بغيت، هذا الشيء اللي كنتمنى ان شاء الله. سو الاخوان هذا هو الشرح ديال اليوم اللي كان عندنا، ما تنساوش دير لنا ابوني ولايك، عطوني لايك، لايك بزاف، خبطوا هذيك اللايك وديروا تعليق وقولوا لنا اراء ديالكم فيه ان شاء الله، وتستناوني ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله على شي بلان اخر.